صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة ما يقال من أن بعض آيات القرآن يقول أحسن الله إليكم ما صحة ما يقال من أن بعض آيات القرآن على وزن بعض بحور الشعر؟ كذاب الذي يقول هذا، كذاب. القرآن ليس بالشعر ولا من بحور الشعر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توجد والله جل وعلا قال: وما هو بقول شاعر. نعم.